في هذا الفصل بدأت هؤلاء النسوة قراءة مستقبلهن وطي صفحة الماضي من خلال خط تفاصيل حياتهن القادمة، متحديات بذلك التقاليد التي أجبرتهم على ترك مقاعد الدراسة سابقا، ليصبحن بعد سنوات من المثابرة متحررات من الجهل والظلام. تعلمت ما هو الأمية والحمد لله ربي إنداني على ما في نيتي ودرست واجتهد، لكن مش عارف أقرأ ولا أكتب، دحين الحمد لله عارف أقرأ وأكتب. أكثر من 50 امرأة تم تكريمهم في الحفل الذي أقامه جهاز محو الأمية لتعليم الكبار بمحافظة لحج بدعم منظمة كير العالمية، تكريم بعد إحرازهن تقدما في المستوى التعليمي، بالإضافة إلى إكسابهن مهارات حياتية وحرفية يستفدن منها في حياتهن العملية. وهذا تحفيزنا على أساس أننا نبدع ونخرج أجيال من تحت أيدينا، بدل ما كنت متدربة أصبحت الآن مدربة، والآن في بنات علمتهم مثل ما تعلمت أنا. يأتي هذا التكريم ونسبة التسرب من التعليم في ازدياد مستمر، كما أن نسبة الأمية في ارتفاع ليس في لحج وحدها بل في أغلب محافظات الجمهورية. فالحرب التي شنتها ميليشيا الإنقلابية استهدفت التعليم، حيث أشار محمد الحاج مدير جهاز محو الأمية باليمن أن عدد الأميين وصل إلى 43% من عدد السكان وفق تقرير اليونسكو. عدد الأميين في اليمن وفقا لآخر تقرير اليونسكو في عام 2013 بلغ 9,700,000، 9,700,000، أي بما يعادل 43% من عدد السكان. ولهذا يجب تضافر كل الجهود، جهود الدولة وجهود المجتمع بحملة وطنية شاملة للقضاء على الأمية. في هذا الإطار وحول مناهضة العنف ضد المرأة وضمن الأنشطة التي تم تفعيلها خلال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، كان هذا النشاط حاضرا هنا في هذا الحفل والتي دعت من خلاله مديرة محو الأمية في محافظة لحج انتصار كرد إلى ضرورة سن القوانين الكفيلة بحفظ كرامة المرأة إلى جانب دعمها لمواجهة أعباء الحياة. كما نناشد المنظمات الدولية والقانونية إلى السعي جاهدا لإيجاد قوانين تحرم العنف ضد المرأة. إن معرفة أسباب الأمية وتأثيرها السلبي على تقدم المجتمعات يرجع لعدة أسباب، أهمها قلة الوعي بين المواطنين وغياب الاهتمام بالتعليم. مختار شعطل، قناة بلقيس، محافظة لحج.